مشوار عمره 60 سنة سعت من خلاله السلطات إلى تطوير المنظومة الصحية في الجزائر بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها. مشوار طويل منذ الاستقلال أين واجهت الحكومة الوضع المتدني للصحة، حيث ورثت عن الاستعمار وضعية صحية صعبة ميزها النقص الفادح في عدد الأطباء وتقلص عدد الأطباء الفرنسيين من 2500 طبيب إلى 630 طبيب، صاحبه نقص في الهياكل والأدوية إضافة إلى تدني الخدمة وتدني أجور الأطباء وعمال القطاع ككل، بحيث لم يكن يتعدى معدل الحياة 50 سنة. بعد تأسيس وزارة الصحة العامة والسكان غداة الاستقلال على رأسها محمد صغير نقاش، اعتمدت الجزائر مبدأ الطب المجاني، وهو أهم قرار اتخذته السلطة السياسية، والذي تضمنه قانون الصحة لسنة 1985. ما ننساش باللي لما استقلينا، لما دحرنا المستعمر من بلادنا، كنا في حالة يرثى له قليل اللي كان يطمح حتى في الأسبيرين. أصبح الطب مفتوح كل الجزائريات والجزائريين، والأطباء مجندون رغم قلتهم آنذاك، الدوم عليهم. بعد 60 سنة من الاستقلال ارتفع متوسط العمر، وهو مؤشر يعكس الحالة الصحية للسكان، إذ بلغ 77 عاما بالنسبة للرجال والنساء. الأرقام المرتفعة للوفيات عند المواليد الجدد التي سجلت غداة الاستقلال انتقلت من 180 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 23 وفاة لكل 1000 ولادة حية. كما انخفضت نسبة وفيات الأمهات الحوامل بفضل ارتفاع معدل الولادة المدعمة طبياً الذي وصل إلى 98%. وكذا فتح عدة مؤسسات استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل بلغ عددها 39 مؤسسة، ومصالح أخرى تتكفل بهذا الجانب بالعديد من المراكز الجوارية للوطن قصد تقريب الصحة من المواطن. مساعي قانون الصحة الجديد لتطوير المنظومة الصحية تعتمد على الخارطة الصحية لتنظيم مسار التكفل بالمرضى عبر تشييد الهياكل اللازمة لذلك، هو ما جاء في الالتزام 45 لرئيس الجمهورية بضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية عن طريق رفع الحصة المخصصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك خصصت ميزانية 439.2 مليار دينار لقطاع الصحة خلال سنة 2022، والتي تزامنت والأزمة الوبائية لكورونا، ما جعل ميزانية الصحة ضمن أولويات الحكومة. قطاع هذا رغم الانتقادات التي تقدم له من حين إلى آخر، أعتقد أن قطاع أدى ما عليه، وانتظام تنظيم الحالي للقطاع أدى ما عليه. قطاع الصحة نتاعنا اليوم حتى في الوباء اللي عايشينه تاع كوفيد، وقولها والرأس مرفوع، أن قطاع الصحة نتاعنا اليوم المنظومة الصحية للجزائر من أحسن منظومات صحية في أفريقيا. تحسين التكفل بالمرضى بالمستشفيات عبر التخفيف من الضغط الكبير الذي تشهده اعتمد على تحسين الخدمات الجوارية للمواطنين من خلال مختلف العيادات عبر الوطن، حيث بلغ عددها على سبيل المثال بالعاصمة أكثر من 40 عيادة متعددة الخدمات تعمل على مدار الساعة. كما تعززت المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني خلال جائحة كورونا بعدد أسرة فاقت 18,000 سرير و 1500 سرير للإنعاش. مرة أخرى نلتزم معكم ومن خلالكم لكل من ينتمون إلى السلك طبي وشبه طبي والأسلاك الأخرى اللي تشتغل في المستشفيات، أن السنة هذه تكون سنة مراجعة جذرية للوظيف نتاعهم ولمنحهم ما يستحقون نظراً لما قدموه للبلاد. وشكراً. منذ 60 سنة
تحقق الكثير في قطاع الصحة، ولا تزال السلطات تسعى لتحقيق المزيد. هي سنوات تخللتها إصلاحات في القطاع في مساعي ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة عبر تطوير الموارد البشرية، المنشآت والمعدات بصفة مستمرة.